بعد استكمال مناقشة رؤى الأحزاب والمكونات السياسية حول محتوى القضية الجنوبية، قدم آخر تلك المكونات الحراك الجنوبي رؤيته حول محتوى القضية للفريق لمناقشتها اليوم، على أن يشرع المتحاورون في مناقشة الحلول الجذرية لهذه القضية التي تعتبر مفتاح الحلول لبقية القضايا المطروحة على طاولة الحوار. طبعا ناقشنا اليوم في فريق القضيه الجنوبيه محتوى القضيه الجنوبيه، رؤيه الحراك، محتوى رؤيه الحراك المقدمه فريق القضيه الجنوبيه، وقد كان محتوى كبير تطرقنا فيه الى النهب المعتمد والى ما صار في الجنوب، ونتمنى ان نحرك الجانب الانساني لدى اخواننا المشاركين معنا في المحافظات الشماليه ال20 ليروا ماذا يحدث في الجنوب، وهل كانت ثوره الجنوب هي ثوره حقيقيه ام كانت ثوره يعني غير صحيحه. فريق التنميه المستدامه ناقش قضايا متعدده، وطرحت عليه اليوم أهمها التقارير النهائية للنزول إلى المحافظات. الكل قد حضر التقارير النهائية للنزول إلى المحافظات، سوف تلحق هذه التقارير بتقارير أخرى في خلال هذه الثلاث أيام إلى يوم 28، لأنه اليوم أقر إلينا النزول إلى عدن. أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم قتلة رجل الأعمال خالد شارب الذي قتل في محافظة لحج وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع. هذه الوقفة الاحتجاجية احتجاجا على عدم القبض على قتلة الأخ خالد شارب الرجل البريء الذي قتل في محافظة لحج. قتل في محافظة لحج دون أي سبب يذكر، وإلى اليوم لم يتم القبض على قاتله. بعد خذلان وزارة الداخلية في القبض على القتلة، لجأنا إلى مجلس الحوار لكي نحصل منهم بعض الدعم وبعض العدالة. فلا حد اليوم من 4/3 من يوم القتلة إلى اليوم لم يتم القبض على القتلة. على مدى أكثر من شهرين قطع المتحاورون شوطا لا بأس به، إلا أن المرحلة المقبلة تعتبر الأهم كونها تتطلب حلولا جادة كي يضع النقاط على الحروف بعد الغوص في سبر أغوار التفاصيل التي تكمن فيها الشياطين، ما يستدعي وقفة جادة وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها، ويقطع الطريق على دعوات الفتنة والفرقة التي وإن اختلفت مسمياتها فإنها تهدف إلى إفشال هذا المشروع الوطني الذي يعتبر الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن من الانجراف نحو العنف والفوضى. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم، صنعاء.